كتيره من الاخوان وهجموا علينا واحنا واقفين قدام العيد. احنا طبعا واقفين بنتفرج بنحتفل بعيد 6 اكتوبر وهم بدأوا يتناوشوا معانا وبدأوا يضربوا طوب على الناس وبتاع وإزاز. يعني انت بتهجم عليها بتضربني، انا بضربك برضه. ده معاهم آلي ومعاهم خرطوش ومعاهم كل أسلحة، معاهم أسلحة كتير. والجيت جي طبعا أمن البنزيمة والحتة ديات والناس هتضرب في بعض. I love you.